قراقيش الجبنه او الكراكرز بتاعت الجبنه. هستعمل كوبايه ونص دقيق، دي عادي بلين، 100 جرام زبده، 100 جرام جبنه كريم تشيز، اي جبنه مثلثات جبنه كريمي هستعملها بما يعادل 7 مثلثات جبنه، اوكي، او 100 جرام. رشه ملح، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه حبه البركه او معلقه زعتر ده علشان اعملهم للوش، وبيض اقدم بيها الوش، ومعلقه حليب عند الحاجه. يعني ايه عند الحاجه؟ يعني انا لو لقيت الزبده والمقادير كلها لمت مع بعضها خير وبركه، لو لقيت ان هي العجينه ناشفه شويه هزود لها معلقه او معلقتين لبن علشان تلم معايا. خلاص، هحط اول حاجه الدقيق بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط معاه الزبده والجبنه، بيكنج باودر، هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان لو انت مش هتستعملي العجانه تبسيهم بايديكي كويس، ممكن جوانتي، هي بتحتاج بس تصبري عليها شويه بتلم بحيث ان الزبده تسيح والجبنه يمسكوا مع العجينه. وزي ما قلت لك يبقى معاكي معلقه او معلقتين لبن، البضايه الواحد مبرمج انه يحطها جوه. انا هجس العجينه علشان اشوف هي ناشفه محتاجه احط لها اللبن ولا هي كويسه معايا مش محتاجه اللبن، بس هي في الغالب هتحتاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هوريكم انا عامل ازاي، هاجي كده بالراحه وادخلهم في بعض، مش هعجن، ما بعجنش انا، انا مجرد بلم العجينه مع بعضها. انا مش عارفه الكاميرا ممكن تجيب، بصوا كده اهي بتمسك، انا مش بعجن، انا بلمها مع بعض. بعدين هحط معلقه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، جاي نص معلقه واشوف محتاجه تاني ولا لا، كده اهو. وبعد كده بحط نص المعلقه التاني واديها ضربه في العجينه تاني عشان تمسك تبقى عجينه بقى في الاخر. حسيتي انها محتاجه معلقتين مش معلقه، اوكي. هي ابتدت ترن، انا عامله هنا مقدار قليل عشان عايزه اقول لكم حاجه، الحاجات دي بتاكل كتير جدا، فنصيحة يعني ما نكترش منها، دايما الحاجات المقرمشات دي المالحة بالذات بتأكل كتير، فعلشان كده اهو انا هحط معلقة مية علشان كده يستحسن انا ما اكترش منها، لان يعني انا هفضل رايحة جاية طول الوقت اكل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اهو باجي بفردها. يا يوسف. نعم. ايوه حبيبي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ شويه دي الحمد لله كله تمام. بص واطي التلفزيون علشان تسمعني كويس. حاضر. اوكي حبيبي، انا هحفر شويه دقيق في ايديا علشان اعرف اتحكم فيها. هيا يا يوسف. ايه قبل النهارده قناة الحياة. ميرسي يا حبيبي، بنورك. عندك كام سنة؟ عندي 14. ما شاء الله، ده انت راجل كبير اهو. الو، معلش يا يوسف، حاول تكلمنا مرة تانية. خلاص مش مشكلة، أنا هعملها من غير الدقيق بس بالراحة بقى بدم.
هنعملها بالراحه، كل ما ترفعيها كل ما هتبقى مقرمشه معاكي اكتر. بس هي طبعا كده واحد. ايوه بصوا هلاقيها فردت معايا اكتر واسرع كده اهو. كل ما تفرديها ارفع كل ما تبقى مقرمشه معاكي اكتر، فحسب الرغبه الشخصيه بتحبوها مقرمشه او بتحبوها طريه شويه، عامله يعني زي المنين مثلا شويه كده خلاص. وبعدين باجي بقطعها بقى التقطيع اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيها مربعات عادي اوكي، عايزه تستعملي قطعه البسكوت علشان تقطعيها مفيش مشكله، احنا ممكن نقطعها حتى بالسكينه عادي، بس لو هقطعها مربعات طبعا لازم اسويها كده اهو مربعات، هشيل الزياده كده اهو وعاملها مربعات كده، وبدهنها بالبيض وارش عليها زعتر او حبه البركه، وبعدين دول بفردهم تاني. انا هعملها مربعات اهي، وزي ما قلت لك كل ما بترفعيها كل ما هتبقى مقرمشه معاكي، بس ما ترفعيهاش قوي عشان ما تنشفش في الفرن، وما بتاخدش في الفرن يعني بتاخد 7-8 دقايق وبتخلص، ما بتاخدش وقت خصوصا لو كانت رفيعه علشان ما تنشفش. ادي كده اهو نطلعها بس بالراحه علشان كده اهو، عينك عليها طول ما هي في الفرن علشان ما تنشفش منك وتبوظ. ام اسلام. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام؟ اهلا يا حبيبتي، كله تمام. السلام عليكي. الله يسلمك، خدتي بالك صوتك باين خالص يعني. الله يسلمك، ميرسي حبيبتي. الف سلامة. الله يخليكي. انا كنت هسال حضرتك على تورته الشوكولاته بتاعت الاسبوع اللي فات، طبعا انا سمعت من المواد ان هي كانت خطيره يعني، فتسلم ايدك يعني. ايديك يا حبيبتي. الله يخليكي. بصي حضرتك، كنت حاطه في المقادير كوبايه ميه وكوبايه زيت. اه. كوبايه الميه للبن البودره ولا كوبايه الميه للبن البودره؟ انت ممكن تستعمليها كوبايه لبن، يعني لبن عادي. بدل الميه واللبن البودره. يعني الميه دي للبودره بالظبط. لو حطيت لبن عادي ما احطش ميه. ما تحطيش ميه وما تحطيش لبن بودره. متشكره قوي. العفو حبيبتي. وايديكي. بعد كده اهو باجي ادهنها زي ما قلنا بيض، ممكن احط نقطه خل مع البيض، ممكن احط معلقتين لبن زي ما انت عايزه، وبعدين هنرش عليها بقى حالا هنطلع فاصل، هرش عليها يا اما زعتر يا اما حبه البركه، وادخلها الفرن علشان تستوي، بتبقى حلوه وتحفه. بس زي ما قلت لكم ما تكتروش يا ريت عشان بس ما نبوظش الدنيا. يا رب تكون الوصفه حلوه وتعجبك.